بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم أعزائي طالبات وطلبة التعليم المدمج الإلكتروني المستوى الأول الفصل الدراسي الثاني. أهلا وسهلا بكم في مادة مقدمة الحاسبات الإلكترونية. معاكم في المادة الدكتور أحمد كامل. احنا تقابلنا في الفصل الدراسي الأول في مادة الرياضة. مادة مقدمة الحاسبات مادة لذيذة، المعلومات اللي فيها كلها معروفة للكل. تعالوا كده نشوف مكونات المادة، نشوف الموضوعات اللي بتتكون منها المادة. احنا عندنا 3 أبواب. المادة بتنقسم ل3 أبواب رئيسية. الباب الأول مقدمة عن الحاسب الآلي، بتعرف يعني ايه حاسب آلي ويعني ايه الهاردوير والسوفتوير، يعني ايه الاجهزة الصلبة والبرامج. بعد كده مكونات الحاسب الآلي، بنتعرف عن قرب عن المكونات الداخلية والخارجية للحاسب. بعد كده الأنظمة الرقمية اللي بيتعامل بيها الحاسب الإلكتروني، ازاي بيحول اللغة بتاعتنا للغة يفهمها الحاسب. تمنياتي ليكم بحظ موفق في المادة دي وفي غيرها. المادة سهلة وجميلة، ومادة تقديرات. حاولت بقدر الإمكان أحط ورا كل جزء أسئلة علشان تشوف الطريقة اللي ممكن أسأل بيها في الأجزاء دهيت. بتمنى ليكم التوفيق، تحياتي وشكرا.